عشرة أعوام مضت على ولادة هذا المبنى، ولا زال يصارع العيش وحيدا خلف قضبان الحياة. المبنى هذا له 10 سنوات، هو مبنى ويتأثر منها الحي، وهو حكومي وما يستفاد منه. صار وكر، يعني بكل اختصار صار وكر لمخالفي نظام الإقامة، وصار مخيف لنا كسكان، لأولادنا، الأمور من هالأمور دي. المبنى قائم وأتوقع أنه منجز ولا فيه أي حركة. مبنى بلا حارس ولا رقيب أصبح بؤرة مع مرتبة الشرف لكل أنواع الجريمة. المبنى تعرض للسرقة أكثر من 4 مرات، صار مأوى للمتخلفين، ممكن الاستفادة بالتنسيق مع وزارة التعليم بالاستفادة منه وتحويله إلى مدارس، بحكم أن حي البيان يفتقر للمدارس، لا يوجد أي مدرسة في حي البيان. المبنى لا جاء فيه لا مدرسين طيران ولا غيرهم، هذا مبنى لا حراس ولا أمن ولا ألا مهمل، طال عمركم محطوط هنا. ملايين الريالات دفعت على هذا المبنى المهجور، فحي البيان لا يريد إلا بيانا لهوية هذا المبنى الذي بات مصدر قلق لأهالي الحي. لقناة الإخبارية خالد التميمي، الرياض.